ذله والشعب ساكت كله. هيهات منا الذله بطليتيات بثلاثه ونص. هيهات منا الذله كيس الطحين بخمسه واربعين الف. طبخه زيت بالف دينار. يا فقير ابن الفقير، يا وزاره التجاره، يا حكومتنا الرشيده، اني اخاطبكم بلسان عربي فصيح. تدرون بالفقره قطعهم الجوع. الجوع للتركي الواد طحين ولا تقول ستوتي ب5000 دينار. يلا انت ب 5000 دينار اشتغل. انا شباب سنه 86 اشتغل ستوتي. يا طحين صار 45 ليس، الكرتون الجاي صار 60 ليس. وين؟ الجيش الشكر، الجيش الشكر هذا، الشكر هذا مال غذائية، مال غذائية 27 ليس، 25 كيلو، يا ذي الله. سمعتوا الحكي؟ يا حكومتنا صعد النفط، نزل النفط، المطرد والصحن، شو محصل العاقول؟ شو محصل الفقير؟ عندكم غيرة؟ كلكم راعٍ؟ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته. هاي المساكين المجتمع اندمار، الشباب قامت تنتحر. يا مرجعيتنا، يا قادتنا، يا اعضاء البرلمان، صعدناكم تدافعون عن الفقره، مو طبخه زيت بلد. راح نوصل لهاي المرحله، الله وكيلكم. الحسين راح تقول لي لا تحكي. الحسين عليه السلام من طلع ما غير دولة ولا غير نظام، ولكن خرج من أجل طلب الإصلاح. لا تقول لي ليش الصيح. تريد نددك تغلق مشاعرهم؟ هم تديني وزير التجارة ناخذ الشور من رأس الدار. شبيه المجتمع وانتم أدرى بلد النفط ب120، بعد شو مسوي لكم؟ وكل علاقة عنده غيرة، وتريد تدافع عن الفقير؟ أريد هذا المقطع يوصل لوزير التجارة وكل مسؤول. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج من داخل العراق، من زاخو حتى الفاو، واحد من ذني الأرقام الاثنين، تقدرون تدقون عليهن بأي لحظة من لحظات البرنامج. أما اللي يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين بأي لحظة من لحظات البرنامج. فعدكم ذني 4 أرقام للاتصال. أما رقمنا الخامس والأخير في برنامجنا واللي ما يخص يعني المشاركة بالبرنامج، اللي ما قدر يتصل بينا، اللي ما من سوء حظنا أنه ما راح نسمع صوته، اللي ما قدر يحصلنا لأي سبب كان، رصيده خلصان، الشبكة مشغولة، اتصالات كثيرة على البرنامج ما قدر يحصل، يقدر يدزلنا رسالة مثل ما مكتوب هنا على هذا الرقم. فتدزلنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نعرف الرسالة جتنا من منو ومن وين، ونقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، أكو أزمة عالمية في كل العالم وهي تخص غلاء الأسعار، ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع المواد الغذائية. لكن ما يحصل بالعراق اليوم بلوة كبيرة. ليش؟ بداية الموازنة العراقية من حددوها ومن سعروها، سعروا برميل النفط $45. من سعروا هذا الشيء بالميزانية، إذن المواد الغذائية كلها المفروض تسعرت ويا $45. اليوم برميل النفط وصل $100. الزيادة اللي ما يعادل ضعف ما هو مسعر بالميزانية. ليش المواطن دا يدفع ثمنها؟ ما دا يلقى شيء يريحه. يعني اولا خفضنا قيمه الدينار العراقي امام الدولار، علما انه الارباح حسب الموازنه وحسب ما يدعون هي الضعف. ليش؟ لان انت محدده ب $45 وهسه تبيعها بحدود $100. ثانيا، من خفضت قيمه الدينار امام الدولار العراقي، انت راتبك بالعراقي ثابت لكن بالنسبه الى الدولار هو انخفض. ثالثا، لما انت تجي مواد ويقول لك اكو ارتفاع بسعر النفط وسعر البنزين وغيرها وغيرها وغيرها، ده يصير رفع بالأسعار، ده يصير غلاء
المواطن دا يدفع هذا الغلاء مثل ما سمعته بالفيديو، دا يدفع هذا الشيء المواطن، بينما الحكومة أو ما تسمي نفسها بحكومة في بغداد واقفة كأنما دا تتفرج وما لها علاقة، وحاطة إيد على إيد وما لها علاقة بالموضوع نهائيا. اليوم مثلا إذا أريد نحكي، لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تتهم جهات حكومية بتجاهل عمليات التلاعب بأسعار المواد الغذائية. يعني لجنة برلمانية تقول أكو عمليات تلاعب، وما يسمى بالحكومة في بغداد أو الجهات الحكومية هي اللي تتغاضى أو تتجاهل هاي القضية. عضوة اللجنة السابقة ندى شاكر جودة تقول مع اقتراب شهر رمضان المبارك ترتفع أسعار البضائع من المواد الغذائية بشكل كبير، وذلك لغياب تام لأي رقابة حكومية على الأسعار رغم كل المطالبات بهذا الصدد. قائم مقام محافظة مدينة بعقوبة في محافظة ديالة عبد الله الحيالي يقول أسعار المواد الأساسية ارتفعت في أسواق ديالة بنسبة 20%، 20% يعني اللي كان سعرها 100 صارت 120 خلال 72 ساعة 3 أيام، هو ما تسبب بأعباء إضافية على كاهل آلاف العائلات الفقيرة. يقول أن بعض التجار ومضارباتهم في السوق تقف وراء حمى الأسعار الأخيرة في ظل انعدام أي إطار لضبط الأسعار ما يدفع إلى استياء شعبي. نائب عن محافظة نينوى محمد نور العبد ربه يقول أكو جهات تفتعل الأزمات بالمحافظة، آخرها ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة المشتقات النفطية. السؤال اللي ينطرح وكثير من الأسئلة إذا أريد نتكلم على هذا الموضوع، بداية مصطفى الكاظمي ترأس اجتماع طارئ خصص لمناقشة الأمن الغذائي في العراق وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وجاء بالبيان أنه الاجتماع ناقش بحضور الوزراء المالية والخارجية والتخطيط والتجارة وغيرهم والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المعرف شنو هاي عفونا من أده. يقول أهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية وتذليل العقبات التي تواجهها. السؤال اللي انطرح إلى وزارة أو عفوا إلى رئاسة الوزراء في بغداد، أنت تقول أهمية تأمين الخزين الاستراتيجي، العراق اليوم يستورد حنطة ويستورد شعير ويستورد طماطة ويستورد فواكه ويستورد كل شيء، بينما عندك مزارع متوقفة، عندك زراعة متوقفة لأن ماكو دعم للفلاح. وحتى الفلاح أكو كثير من الفلاحين اللي اتصلوا بالبرنامج يقول أنا عندي محصول من الحنطة مثلا، يقول أروح إلى أبو السايلو أو إلى أبو الوزارة وأقول له أخذ من عندي المحصول، ما يأخذ من عندي بسعر المستورد أو أقل بكثير، يقول ما يعطيني حقي إضافة إلى ذلك. التأخير اللي يصير بحيث المحصول يفسد وينجبر المواطن يشتري المستورد اللي ينشر بأسعار عالية جدا خصوصا مع ارتفاع أسعار الدولار. فبالنسبة إلى تأمين الخزين الاستراتيجي، الزراعة شنو دورها من الموضوع؟ أتمنى أحد يجاوبني على هذا الشيء. يقول وجه وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ إجراءات اللازمة للحد بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت. زين اتخاذ الإجراءات اللازمة شون يعني؟ أتمنى يطلعون ويشرحون هذا الشيء. والسؤال اللي أوجهه للمتصلين والمشاهدين، تتوقعون الإجراءات اللازمة اللي قال عليها مصطفى الكاظمي باجتماع الطارئ حول الأمن الغذائي وضرورة تأمين الأمن الغذائي في العراق راح تنجح؟ راح يشوف من أدها شيء المواطن العراقي بيه خير؟ ممكن المواطن العراقي مثلا يحصل حصة تموينية؟ ممكن مثلا المواطن العراقي يأكل حنطة وشعير وطحين وخضروات عراقية مثلا، ما يعتمد على المستورد بحيث أنه تخف عليه قيمة الفواكه والخضروات؟ فهاي أتمنى تجاوبوني عليها. الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، يعني مفروض أي حكومة بالعالم تهتم بالأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، لأنه يعني قضية مهمة. قضية الأمن الغذائي قضية مهمة لسبب، المفروض أي بلد عنده خطة يعتمد على الزراعة، يعتمد على المنتجات، يعتمد على كثير من المنتجات بحيث يشوف أي منتج من المنتجات أكو باكتفاء ذاتي بعدها يتوجه إلى الاستيراد. بينما اللي دا يصير اليوم بالعراق
أنه كل شيء مستورد من أقل شيء إلى أكبر شيء. فرضاً التمور، اليوم التمور العراقية بها شح، أكو استيراد تمور من دول الجوار تحديداً إيران. بنزين ونفط، وأنت بلد نفطي تستورد بنزينك ونفطك من إيران. عندك محطات غازية لتوليد الطاقة الكهربائية، وعندك غاز يكفي هذا الشيء، بس العراق يحرق الغاز ويستورد الغاز الإيراني بأضعاف الأسعار. فأنتوا تتوقعون هاي الإجراءات اليوم اللي طلع بها مصطفى الكاظمي وحكى وقال أنه إحنا لازم نحافظ على الأمن الغذائي، لازم نجد شيء حتى نحافظ على الأسعار، لازم نريح المواطن مثلا، تتوقعون هذا الشيء راح يجيب نتيجة؟ أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ فهد، وحيا الله قناة الرافدين ومشاهديها. حياك الله أخويا. حياك الله استاذ أبد. بالنسبه كلام الكاظمي او هو رئيس وزراء اللي بيتكلم هاليوم، يعني محترماتي إذا كانما 18 سنه والعراق يعني بحاله جيده، بحاله زراعه وبحاله صناعه وبحاله تعليم وبحاله وزاره الصحه، كل هاي الامور العراق يعني في كلامه بانه العراق يعني بلد تقدم من كثر يعني الخير اللي عايش فيه، يعني وكانما العراق يعني محتاج هالكلام هذا ما بنقول لازم نشوف اكو امور لازم نديرها المواطن العراقي بسعر الغلاء. طيب انت 18 سنه سويتوا يعني هاي الامور ما حسبتوها، يعني 18 سنه هسه يلا بين موقفكم من حرب روسيا على الدوله اللي كانت اوكرانيا، يعني اي دوله خلينا نقول اوكرانيا العفو استاذ قبل، بس صارت هاي الحرب يعني انت ما حسبتوا يا رئيس الوزراء يا حكومه العراقيه يا احزاب السلطه من راح تصير هيك امور، شلون الشعب العراقي وين يلجا؟ لمن يلجا؟ لمن يعيش؟ لمن يطلب العون؟ لمن يطلب من عندكم؟ شنو اللي قدمتوا؟ شنو اللي سويتوا؟ الزراعه اللي دمرتوها، المحاصيل الزراعيه اللي الفلاح اللي قطعتوا عليه الماي، قطعتوا عليه يعني من قبل يزرع الحصه قمتوا تحرقون المناطق اللي موجوده بها الزراعه، وحرقتوا المحاصيل وحرقتوا الثوره السمكيه، حتى يلا شفتوا العراق في ازمه امام هذه الحرب اللي يريد الشعب العراقي نزول هاي الاسعار، ولازم يعني تكون متوفره الاسعار لها مناسبه، لان المواطن العراقي ما عنده اي عمل، ما عنده اي يعني فد جهد انه يروح يبدا يعمل من عنده وياخذ قوت يومي، كل الامور عطاله ونسبه الفقر عندنا يعني زادت، فهذا الغلاء راح ياثر علينا وعلى المواطن الفقير البسيط العراقي. فانت يا رئيس الوزراء من دشوا الشعب طلع مظاهرات وطالب بحقه وطالب بوطن، يعني هل يكون هذا الشعب انه ما يستحق انه تقدموا له فشيء؟ طيب اذا ما تقدرون تسوون اي يعني اي تطور له، هذا النفط اللي زاد يعني من 45 دولار الى 100 دولار او 120 دولار زاد، يعني ما ممكن توزعون له للمواطن العراقي، يعني خلي كل مواطن له كم ورقه تعوضون له هذا الغلاء؟ ما ممكن ان تعوضون له يا الكاظمي؟ ما ممكن انه البطاقه المفرده التوأمينيه اللي تقدموها بس شكر وزيت وطحين، قدموا جيدوا من هذه، احنا كنا بحصار قبل 2003 كانت الامور عندنا خير من الله، يعني البطاقه التوأمينيه 12 و13 ماده نستلم، احنا بلد بحصار وبلد يعني من قبل امريكا ونحن طلوا عليها، يعني دمرت العراق، بس برغم هذا كان المواطن العراقي عايش، يعني عايش بالزراعه موجوده، المحاصيل الزراعيه كانت موجوده بالاسواق موجوده، كل هاي يعني كان ما حاسين بها نهائيا، بس في ظلكم احنا قمنا نحس بها وقمنا نشوف الغلاء وقمنا نشوف العوز، يعني اكو ناس اجركم الله تاكل بالمجابل وما لازم انه العيشه يعني تعيشه، وناس عطاله بطاله من يطلبون بحقهم وتروحون تقتلوهم وتحشون عليهم. طيب شلون يا كاظمي كل هاي الامور انت هسه يلا حسيت بيه مواطن عراقي ما 18 سنه هو اللي ما شاف من عندكم اي خير، هسه تسوي بس تبن يا تبن اللي جاي تقدمها يا 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 مقترحات اللي جاي تسوي نفسك كرئيس وزراء قد انسان، يعني نقدر محترماتي يعني نستمعين انسان مستهد، انت ناس فاشلين، انت ناس متحمدين على تدمير هذا الشعب واذيه الشعب،
بس نقول يا أستاذ أفل حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ولكم نهايتكم نهايتكم إن شاء الله قريبة، لأنه هذا الشعب راح يثور عليكم، واللي شاف من عندكم راح يقدم أكثر من ما يعني يتحمله من عندكم، وراح تشوفون إن شاء الله الشعب العراقي كيف صبر وتحمل عليكم. شكرا 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 لك أبو عمر. أبو علي من محافظة البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. قبل أيام كنت أنا مسافر، وحقيقة كانت عندي جولة أثر على من بعض البلدان الجوار. حقيقة سافرت إلى تركيا قبل فترة. يعني تركيا هي عليها حصار، موجود حصار من أمريكا على تركيا. لما تدخل إلى تركيا ما تشوف عليهم حصار، تشوف بلد حقيقة يعني بلد متطور. ولما شفت البلد أنا قلت هذا يعني هذا البلد أو هذه الدولة دولة عظمى. ولما شفت الأسعار اللي موجودة ولو هي صناعات عندهم، شفت الأسعار الموجودة ما في الملابس والمواد الغذائية ومن بعض اللحوم وغير اللحوم، شفت الأسعار عجيبة. يعني أكو رخص ما كان أنا ما كنت أتوقع حقيقة. وسافرت إلى إيران. إيران لما رحت ليها وشفت الأسعار اللي موجودة حقيقة سألت على كثير من البضائع اللي موجودة في إيران، رغم ما عليها حصار 45 سنة قررت عليها أمريكا. وبس ما عندها يا أخي حقيقة، لما دخلت لهذا البلد والله دولة عظمى. يعني شرد أقول لك إيران وروسيا ما تختلف شيء واحد، وعلى الأسعار اللي موجودة عندهم من البضاعة عجيبة وما عليهم حصار. الثالث دولة رحت ليها هي الأردن، تعرض كذلك على الغسيل وما غسيل هذا الشامبو وكثير من البضائع اللي موجودة عندهم. يعني البضائع اللي موجودة بالأردن ما موجودة عندنا. اثنين أكو رخص موجود عندهم، يعني مو مثل الأسعار اللي موجودة عندنا. ثلاثة الأردن هي حقيقة تأخذ صدقات من الدول، ما هي ما شنو هي زراعية، شنو عندهم نفط، شو نفط يأخذونه من العراق، شنو هي الأردن، ليش الأردن أفضل من العراق؟ أنا مستغرب على حكومة الكاظمي، هذه الحكومة الفاشلة تماماً. والله حقيقة اللي صار بينا هسه اللي صار بينا هو سبب، يعني يتحمل مسؤولية ليس الحكومة فقط، وإحنا كمواطنين نتحمل مسؤولية. لأن إحنا رفضنا عادل عبد المهدي وطلعنا عليه مظاهرات، حقيقة رفضنا بذاك الزمان، بس توقعنا يجينا رئيس وزراء شريف يخدم العراق، يخدم محافظاتنا كلها، يطور العراق، بس مو يوصلنا إلى هيك مرحلة مثل الكاظمي. أبو علي، أبو علي سؤال أبو علي، يعني أنت تقول إحنا رفضنا عادل عبد المهدي وجانا واحد اللي هو مصطفى الكاظمي وصلنا، ليش اللي قبل عادل عبد المهدي اشتغلوا صح مثلا، بحيث لما إجا عادل عبد المهدي أنه الوضع اختلف؟ هذا السؤال اللي لازم نجاوب عليه. يعني اللي مو مشكلة إذا أجاوبك أنا، حقيقة أنت ما تتقبل الكلام. لا ليش أخوي؟ لا احنا يعني منو اللي قبل؟ لا منو اللي قبل عادل عبد المهدي؟ عندك ثلاثة أربعة اللي اسمه رئاسة وزراء العراق، المالكي وأياد علاوي وإبراهيم الجعفري ومجلس الحكومة. العبادي وقت العبادي فاشل، بس المالكي لا، أكو بناء، أكو شغل، أكو شركات تشتغل. أنا بالنسبة اللي لاحظته أنا أتكلم بصدق. أبو علي التقارير اللي تقول، مو أني تقارير عراقية وتقارير محلية ونفس اللي استلم الحكم وراء نور المالك هو اللي إجاها، يقول في زمن المالك 8 سنوات ما يقرب من 1,000,000,000,000 دولار ضايعة. في زمن المالك اللي تقول أكو إعمار وأكو شغل، أكو 3 محافظات راحن. في زمن المالك اللي تقول أكو إعمار وشغل، أكو صفقات سلاح مشبوهة مثلا صفقات الأسلحة الأوكرانية. أجاوبك تقبله في وجود المالكي، على مود لا أطول عليك وأريد أختم. في وجود المالكي حقيقة اللي رادوا إطاحة المالكي هي السعودية وأمريكا وإسرائيل، وانتهت. شكرا لك، تحياتي لك. شكرا لك أبو علي، بس ما جاوبني واللي قبله واللي قبله واللي قبله. يعني أنا عرفتهم شنو اللي قدم المالكي للعراق، شنو اللي قدم نور المالكي للعراق، بحيث انه جايني هسه تقول لي زمن نور المالكي احسن من زمن حيدر العبادي او عادل عبد المهدي؟ شنو اللي
أضاف نور المالكي إلى العراق والشعب العراقي وأيضا إلى راحة المواطن العراقي. أبو علي من واسط حياك الله. مساء الخير حضرتك ومساء الخير لي. مساء الأنوار يا غالي. أنا اللي هجاوبك الأخ أبو علي من واسط من البصرة. نعم. العزيز الغالي. ما أدري ليش كل ساعة حطوا إسرائيل بالنص. الإسرائيل وإسرائيل. الإسرائيل بعد 2003 اعتبرت العراق ولاية إيرانية. يعني بعد العراق انتهى. أول ما انتهى بالوطن العربي الجيش العراقي سنة 1990 و2003 بعد إسرائيل نامت أمام. لا يحكون بعد إسرائيل وإسرائيل تستعدين. دائما إحنا على المؤامرة. المالكي 880 تقريبا 880 مليار دولار موازنات المالكي 8 سنوات. هذا أقل شيء يعني. أبو علي طلب صغير بس علي لي شوية يعني نبرة الصوت على مود نفهم أفضل. نعم. بس موازناته اللي حكم بها العراق 8 سنوات اقل ما يعني اكثر من 880 مليار دولار. نعم. موازناته هو منها من 450 الى 500 مليار دولار اموال ضائعه بسبب حوالي اكثر من 4500 شركه وهميه تاسست في الزمن المالكي كلها اخذت الاستثمارات وبالنهايه اخذت 75% من قيمه الاستثمار وهربت والشركة نفسها تتأسس بها أربع شركات إحنا على نفس المالك اللي هو نوري المالكي وجماعة الموجودين الزمن المالكي صار قمع للعراقيين وقتل بالعلن وأمريكا وإيران سكتوا على هذا الأمر في زمن المالكي كذلك خلى كل شخص ملف موجود عبارة عن كلام زور وتصوير وتوثيق وكله بالأخير محكمة العدل الدولية ما أخذت بهم وأعتقد أكبر مثال هو مثال الدايني انكذوه الانتربول اخر شيء بالنهايه قالوا ما عنده شيء هذا بالنسبه للاخ اللي يقول لي على المالكي والمالكي اذا كان صحيح يعني كان يريد مصلحه العراق كان طلع وقال ترى هذا الحزب الفلاني ما يريد مصلحه العراق بالنسبه اخي الموضوع اليوم الاقتصاد احنا حكوماتنا استاذ عسل حكومات ردات فعل مو حكومات مستقبل يعني شيء يصير يطلع على رده فعل من يطلع وزير التجارة ويقول أنا ما أقدر أأمن حصة تمويلية ل 12 شهر يعني هذا إعلان المجاعة بالعراق اليوم كل الدول كل دول العالم من ضمنها دول الجوار اللي صرنا حالنا حال الكويت حال البحرين حالنا حال قطر اللي تستورد الحنطة والشعير من برا ولا كأننا بلد زراعي وكنا في السبعينات والثمانينات نكتفي ذاتيا من الحنطة والشعير كلها اجتمعت في خلية أزمة وقالوا على حرب أوكرانيا وروسيا شنو راح يصير بمحصولي القمح والشعير العراق أبد ما اجتمع العراق زادت الأسعار كان تدري جد كان كلفة حصة المواطن بزمن الحصار بالعراق كانت ما يقارب على قالها أعتقد مدير بنك الرافدين قال هي مقايضة 325 دولار كلفة الحصة التمويلية للعائلة تتكون من خمس أشخاص يعني هل معقول الحكومات بعد 2003 ما قدرت توفر لكل عائله 325 دولار حتى نعطيهم نفس الحصه التمويليه كانوا يستلمونها بزمن مثل ما يسمونه النظام البائد والنظام القمعي والنظام البعث اليوم مش قد يعني كلفه الحشد اكثر من كلفه وزاره التجاره يعني المبلغ المرصود للحشد الشعبي اليوم اكثر من 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 وزاره التجاره معقولة هيج دولة تنطي تسلح وتنطي ناس وهميين طبائيين أموال يعني مليارين دولار سنويا بس للرواتب بس للحشد هذا رواتب مو مخصصات ترى استغلتل من غير المخصصات ومن غير المصاريف الباقية ومن غير مصاريف الصيانة الأساس من هذا من هو بيها العراق يعني هاي الدولة ما قدرت توفر هذا الشيء أما من يطلع لي شخص مثل سيد مختار يقول ينطي حصة من المواطن من النفط تمام تحكي يعني بصراحة هذا حتي أعتبره يعني مع احترام وتقديري لكم حتي مع الأطفال مع الجهال شنو نعطي حصة من النفط دولة ملزمة بالمواطن تخدم المواطن تبيع نفط وتوفر لهم خدمات وسلع هذه الدولة شنو توزع لأن أنت تعطيها فلوس وين تروح راح ترتفع الأسعار إذا الدولة تبي تخفض أسعار استورد مواد غذائية خلي وزارة التجارة هي التاجر اليوم بس بشرط واحد هو ماكو فساد موجود بالوزارة إذا التغى الفساد العراق عاش بخير هو هذا الشرط الموجود
اليوم اكو قاعده هي اذا لغى الفساد اسعار قليل يا اخوان انتم الاحزاب سبكت العراق. خلونا بس وزاره التجاره بس المواطن يقدر يوصلها اساسا. اذا العراق ما عنده لحد الان عدد مواطنين ايش قد ما يعرفهم ما عنده احصاء لان الاحزاب ما تريد احصاء. يعني البلد ما عنده حتى قاعده بيانات المواطنين ما تعرف ايش قد انولدوا وايش قد توفوا ما تعرف اعمارهم ايش قد ما تعرف هذه العائله متعففه او فقيره ما تعرف. اخي احنا ما عايشين ماكو دوله يعني ماكو دوله ولا حكومه موجوده. نعم انا اسف اطلت عليك استاذ لا شكرا شكرا لك ابو علي. صباح من بغداد حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افندي. عليكم السلام والرحمه والكرامه. يعني بالنسبه للازمه الاقتصاديه اللي مر بها يعني صار لها هي حوالي 18 سنه 19 سنه من اجت هاي الطبقه السياسيه تحكم البلد واحنا يعني من مصيبه الى مصيبه. مقتدى صدر اللي يسوي نفسه راعي اصلاح هو كان يعني مشترك بكل الحكومات السابقه يعني هو ايده مع السياسيين وحاليا هو الكتله الاكبر فكل الحكومات السابقه فشلت هو جزء من عده. هسه يريد يصلح ويريد يعني يلعبون على جراحات الناس محتاجين مواد غذائيه ومحتاجين اموال تسد حاجتهم. مقتدى الصدر بهاي الفتره يريد يكسب الناس ويكسب الشارع العراقي بان يصرح ايش تصريحات اعطوهم من النفط لازم حصه او البطاقه التموينيه. وينك انت هاي الفتره هاي راحت اللي الشعب العراقي جاع وبالذات جنوب العراق. شفنا احنا المآسي اللي شفناها في جنوب العراق اكثر من شماله وغربه يعني اللي ما عندهم الناس ما عندهم ناس تمثلهم حقيقيين كلهم فاسدين وسراق. فشلون تدعمون البطاقه التموينيه وانتم جيتوا لتدمير العراق يعني هسه تريد تدعمون البطاقه التموينيه بعد ما تدميرها. هذا الفرق العمله بالبيع مال النفط وبرميل النفط يعني اكثر من 50 دولار بالبرميل راح تجي اموال مليارات الدولارات تجي لمن موازنه هاي السنه. المفروض بيهم لو اكو سياسي شريك واكو موظف في مستشار في وزاره التجاره او الماليه او رئيس الوزراء الرئاسات الثلاثه يسوون خطه حقيقيه لمساعده الفقير لدعم البطاقه التموينيه لان هم السياسيين والمسؤولين والفاسدين والحشد والميليشيات ما عايشين على البطاقه التموينيه مثل الفقير العراقي بالجنوب او بالوسط او بالغرب او بالمخيمات عايشين على البطاقه التموينيه ما يعيشون. هذول يشترون من الاسواق والماركات ما ياكلون هذا الاكل مال التجاره البطل الزيت وطايرين على بطل الزيت ووجه بطل الزيت وإزاحة تمن وغيره. ذولي كلهم يشتغلون بالدولار ويسرقون بالدولار ويحولون العملة صعبة إلى خارج البلد وعوائلهم عايشة خارج البلد. المفروض لو أكو شريف في وزارة التجارة تندعم البطاقة التموينية في سبيل ساعد المواطن العراقي البسيط اللي عايش على قوت يومه الساعدة وإحنا جايين على رمضان. تحجون عن النظام السابق. النظام السابق كانت العائلة العراقية تبيع المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بالحصار نبيع من المواد الغذائية. زين انتوا وينكم عنا 18 سنة سويتوا دمرتوا للمجتمع العراقي طائفية وقتل وتهجير وتغييب وهاي الميليشيات اللي هو مقتدى جزء منها من جيش المهدي او سرايا السلام او حتى العصائب اللي خرجت من عباءة مقتدى الصدر واكو فصائل ايضا خرجت من عباءة مقتدى الصدر كلهم هم هذول مكاتب اقتصادية بالمنافذ الحدودية وبالمطارات وبالدوائر الرسمية وبالدوائر اللي بيها ضرائب كلهم ذولي عندهم مكاتب اقتصادية ياخذون عتاوات من كل مكان من اي دائرة ياخذون عتاوات ومستفادين. زين انت تحاسب ما تحاسب نفسك. هاي الاموال الطائلة اللي حكى بيها الاخ قبل شوية يا الميزانية مال الحشد مو مقتدى جزء من عده. حل جماعتك من الحشد في سبيل تخفف على 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 الازمة الاقتصادية اللي نمر بها. احنا صار لنا 18 سنة بسبب هم العمائم الفاسدة وبسبب السياسيين السنة والشيعة والأكراد. النفط اللي مهيمنين عليه عائلة البرزاني اللي ما حد يقدر يصدى لهم ولا حد يقدر يقولهم جاي تاجرون بالنفط الأسود ونفط الشمال. النفط الشمال تروح على السليمانية وعلى بهوك وأربيل تلقاهم أيضا يعانون من نقص المواد الغذائية والرواتب. لكن النفط هذا وين جاي يهرب مال كركوك ومال أربيل ومنابع النفط في شمال العراق؟ من جاي يسرقها؟ منو جاي يسرقها؟ وين جاي تروح؟ تروح للعائلة البرزاني ومسرور وغيره. مثل ما جاي يسرق المالك وربعه وعمار الحكيم والناس اللي 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 ما حد يقدر يقول لهم لا مرجعية تقدر تقول لهم جاي تسوون وين هاي الأموال؟ وين ميزانية صرفتوها؟ أكثر من 1000 مليار دولار خلال 18 سنة وينها؟
لازم على واقع الحال اكو مصانع واكو بنيه تحتيه حقيقيه يعيش منها المواطن العراقي، اكو ضرائب تروح لميزانيه الدوله، اكو رواتب، اكو درجات وظيفيه يعينون الناس الخريجين يعني يتعبون عليها الاربع سنين. نعم، شكرا شكرا لك اخ صباح. محمد من امريكا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم، احيي قناه الرافدين والكادر. حياك الله اخوي العزيز. اخي استاذ اسد، دولة عصابه لا تجيب عليهم حكومه، دولة ميليشيات عصابات، كفي لك الله كلهم الان ليس للعراق، عندهم جايين يدمرون البلد، هي شغله مقصوده كفي لك الله. الشمال يهربون النفط متراي، وين العمايين دول الوثقين حجاك يشتغلون صالح ايران، عندنا دولة دمروا البلد كفي لك الله، لا عبوه بالعراق، دولة شياطين قاعدين بالكربله والنجف يجيبون اموال البلد كلها يودوها الايران. وهذا ابو احمد الله خطيه عندنا مريض صار له 6 شهور في ناشد ما حد يساعده، قاعد ما ادري واحد بالعماره خطيه صار له 6 شهور يناشد على ابنه يريد فلوس احد يساعده ماكو. وانا ملتهم بالبوق عمي هم ضد الفقير، تقول لك الله هذا مخطط ايراني رجع فيها طق بطق اسرائيلي يدخلون على العراق، تقول لك الله والله العظيم الشمال يشتغل اسرائيل واهل العمايم يشتغلون لايران، كفي لك الله يدمرون شعب العراقي اصحوا لا تظلوا نايمين اصحوا لا تمشون ورا ذول الشوادي المراجع ما مراجع ذول كلهم ملام ايران لا 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 والله العظيم ملام ايران والله ينتقم عليهم. هذا رمضان جاي ان شاء الله. شكرا شكرا لك اخ محمد. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم مستمر، بس في فاصل قصير نرجع لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم 3/3/2022 أنا في أحد محلات المواد الغذائية في النجف الأشرف دلنا هنا. السنة 12 شهر سنة 2021 المفروض توزع 12 وجبة اللي تم توزيعها لهنا. خلي الكاميرا لهنا. هذا الشهر الأول، هذا الشهر الثالث، هذا الشهر الخامس، السابع، فقط 6 أشهر وزع، 6 أشهر فقط وزعوا البطاقة التموينية سنة 2021. بقى 6 أشهر وين راحن؟ يا أما باقن وزير المالية، يا أما باقن وزير التجارة، يا أما رئيس الوزراء. ليش؟ لأن أجا وزير المالية بالاستضافة قال إحنا خصصنا مبالغ كبيرة جدا إلى البطاقة التموينية تكفي لدعم الفئات المهمشة، وهذا كذب. فبالتالي هاي الأدلة والبراهين القطع هذا وكل وكلاء العراق، هاي مال 6 أشهر، 1 2 3 4 5 6، مال 6 أشهر، 6 أشهر سرقة الحكومة ووزير التجارة ووزير المالية وهاي العصابة الحاكمة. احنا سنتخذ إجراءات الأصولية بحاتم الادعاء العام، وإن شاء الله نستكمل قضايا الإجراءات لأنها سرقة المال العام وكذب وزير المالية لما أجب بالنواب. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. مثل ما شفتوا أو بداية قبل ما نكمل البرنامج، اللي بعد اللي ما سوى شيء بالريسيفر توقف بثنا على نظام الأزدي، فالشاشة الصغيرة راحت من يمه. اللي توقف بثنا يمنا، إذا تعرفوه أو عندكم تواصل يا شخص بثنا مدى يطلع يمنا، كل اللي عليكم مشاهدينا أعزاء أنه تطو ترددنا هو نفسه ما تغير. هذا اللي قدامكم 10727 أفقي، اطو هذا الرقم خليه يضيفه من يمه ويسوي بحث عليه حتى نرجع مرة ثانية يشوفنا ويتابعنا من جديد. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي طلع بعد الفاصل لأحد النواب الحاليين
وهو صور هادي السلامي اللي يطلع ويقول اكو تلاعب واكو سرقه وما اعرف شنو. واحد من النواب يقول الحكومه هي اللي بايقه، الحكومه في بغداد هي اللي سارقه ست اشهر من اشهر الحصص التموينيه او من توزيعات الحصص التموينيه الخاصه بالمواطن العراقي. يعني راتب يتوزع متاخر ويتوزع اقل، واكو ناس ما استلمت عقود ما يطوها، محاضرين مجانيا ما يتوظفون على الملاك الدائم او بعقود، فلاحين ما ياخذون مستحقاتهم، اضافه الى ذلك حصص تموينيه يعطوك اياها بين شهر وشهر. هي اصلا الحصه التموينيه مدى توصل للمواطن العراقي؟ المواطن العراقي من المفترض هاي الحصه اللي تعودنا عليها انه هي 10 الى اكثر 11 12 ماده، قلصوها سواها اربع مواد، والاربع مواد مدى يستلموها؟ يوم يستلمون طحين، يوم يستلمون شكر. فحسب التوزيع كانوا اول اذار ايار تموز ايلول تشرين، ثاني هن ذن الاشهر فقط اللي تم التوزيع بها، ويقول راح نتخذ اجراءات قانونيه بالقضاء. انتم شو تقولون؟ راح نحصل شيء بهاي الاجراءات لو لا؟ ابو احمد من العماره حياك الله. انقطع الاتصال يا ابو احمد من العماره. المشكله وما بها، يعني اليوم مثلا وزاره التجاره العراقيه، وزاره التجاره في بغداد، المتحدث باسم الوزارة محمد حنون يقول أعلنت الوزارة عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة وجود حراك لاتخاذ إجراءات تحقق الأمن الغذائي. يعني لما يطلع تصريح بهذه الصورة ويقول لك وزارة التجارة أخذت قرار وشكلت لجنة، شكلت لجنة حتى تحمي المستهلك وتحمي المواطن، شكلت لجنة حتى تحمي الأمن الغذائي، شكلت لجنة حتى تحد من ارتفاع الأسعار. أنتوا شو تتوقعون؟ تتوقعون إنه هذا الشيء راح يصير؟ لو لا. بالمقابل راح أجيب لكم شغلة، إنه يوم 21/2 يعني قبل تقريبا 14 يوم، يوم 21/2 محافظ النجف يحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويدعو إلى محاربة هذا الأمر. زين، من يوم 21/2 لليوم أكو تحذيرات تخص هذا الموضوع، ليش ما صار شيء؟ إضافة إلى ذلك، أنتوا لما تسمعون أن أكو لجنة تشكلت، تتوقعون الأسعار راح تقل؟ بالإضافة إلى ذلك، في كل بلدان العالم حاليا تعاني من أزمات، خصوصا التضخم في العالم. كل دول العالم اكو ارتفاع في اسعار المواد الغذائيه، واكو ارتفاع في اسعار الوقود، واكو تضخم دا يصير. بس كل بلدان العالم اللي تحترم نفسها رفعت الحد الادنى من سقف الاجور، ساعدت المواطنين في اي شكل من الاشكال اللي هي تنظر انه هذا المساعده او هاي الطريقه راح تحد من التضخم على نفسيه هذا المواطن. اليوم بالعراق هم خفضوا لك قيمة الدينار أمام الدولار بحيث أنه راتبك قل، أسعار المواد الغذائية دا تغلى لدرجة أنه أحد المتصلين يقول لك دول الجوار ومن ضمنها واحدة من العواصم اللي تعتبر من أغلى عواصم العالم، يقول لك الأسعار بيها أرخص من العراق حسب الترتيب العالمي. إحدى دول الجوار تعتبر من أغلى الدول، متصل يقول لك لا هاي أرخص من عندنا. زين، الفلوس العراقية وين؟ إذا أريد نحسبها حساب عرب، فلنفرض العراق يصدر مليون برميل، هو مو مليون، فلنفرض العراق يصدر مليون برميل، حسب الموازنة يبيع $45، هاي 4.5 مليون. تمام، بس هو ده يبيع بما يقرب $100، هاي 100 مليون، أو إيه 10 مليون عفوا. الفرق وين دا يروح؟ عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أسد، بالنسبة للعراق ضمن هاي الأزمة الدولية، هو تقدر تقول بعين العاصفة وبقلب الحدث، فأي حدث أو هزة تصير في العالم، العراق هو يكون يعني حال بقية أي دول يعني يتأثر. لكنه هل العراق
مثل بقية الدول تكون حريصة على مخزونها الاستراتيجي، على ثرواته. العراق يا أستاذ أسد تقود حكومة انتهازية تنتهز الفرق لمصالحها ومغانمها، يعني مجموعة من الحصوص ومن السراق. أي وفرة مالية، أي زائدة، يعني أي زيادة بالمال، يعني كأنما تصب في جدر مضروب. ما تلقى الناس اللي تحافظ على ثروات البلد وعلى مصلحة المواطن، لأنه آخر ما يفكرون هذه الطغمة الفاسدة وأصحاب القرار اللي يحكمون البلد آخر ما يفكرون بالمواطن، لأنه مصلحتهم هم أهم، لأنه تأثيرهم بالقرار الخارجي. أكو قوة خارجية هي اللي مهيمن عليهم وهي اللي مسيطر عليهم. احنا جاي نشوف الانتخابات اللي جاي تصير بدول العالم، يعني يصير التنافس على المشاريع اللي راح يقدموها للبلد مالتهم المواطنيهم، لكنه الطغمة الفاسدة اللي حاكمة البلد لحد هذا اليوم، يعني شوف صارت من انتهت الانتخابات ولحد الان شو اللي يعني ما يمنعهم من تشكيل الحكومه؟ هم ما متفقين على المصالح والمغانم، ما متفق، ما يعني ما اختلافهم مو على مشروع بناء فوقي او بناء عرضي او توفير الخدمه للمواطن، لا، الاختلاف على مصالحهم، ايش قد اني وايش قد الك. هذا فرقنا عن بقيه الدول، لانه احنا ما عندنا ناس اللي تخدم هذا البلد. قرارنا السياسي منتهك، يعني ما عندنا يعني الناس اللي تخاف على مصلحه المواطن وتشوف يعني بانه الوضع وين راح يروح. احنا جاي نمر، يعني احنا قلت لك جاي نمر بظرف كل صعب خلال هاي الفتره، اللي احنا ما نعرف يعني هاي الحرب ايش قد راح تستمر. قسم يقول سنوات، قسم يقول اشهر، العراق وين؟ إذا نبقى على هذه الطغمة أو الحكومة الفاسدة أو العصابات أو الشباب بحكومة أنا أسميها الحكومة الانتهازية، إذا نبقى على هذه الحالة، والله الشعب العراقي يعني صحيح السلام، لأنه ما عندنا الناس اللي تخاف على مصلحة المواطن واللي تكون حريصة على بلدها. وتحياتي لك. شكرا، شكرا لك اخ عبد الرزاق. طبعا المتحدث باسم وزاره التجاره يقول احنا راح نطلق حصه السله الغذائيه، يعني حصه تموينيه بشكلها الكامل ولمده 6 شهور. بالنسبه للفيديو اللي طلع قبل شويه، تتوقعون انه وزاره التجاره راح تصدق بهذا الكلام؟ اكو تقارير تقول انه الحرب الروسيه الاوكرانيه ما لها علاقه بارتفاع اسعار الوقود، عفوا اسعار المواد الغذائيه والسلع الغذائيه بالعراق، لكن اكو تقرير جوا ايدي لمستشار رئيس وزراء المالي يقول انه اسعار المواد الغذائيه تشهد ارتفاعا على المستوى العالمي بشكل عام، واكيد راح ياثر على استيرادات العراق، وسيقابلها ايضا ارتفاع في اسعار المواد الغذائيه لسبب. يقول لانه اسعار النفط العالميه تجاوزت ال 111 دولار، وانه حجم التبادل التجاري الاوكراني العراقي قد فاق 644 مليون دولار بال 2018، مو هسه. يقول اما هسه فنسبه الصادرات العراق، عفوا نسبه الاستيرادات العراقيه او الصادرات الاوكرانيه الى العراق، الدهون والزيوت الحيوانيه او ذات المنشا النباتي 42% واكثر، المعادن الحديديه 40% ونص، اللحوم الصالحه للاكل 6.9%، الحليب ومنتجات الالبان وبيض المائده والعسل 2.8%، منتجات الحبوب 1.6%، السكر والحلويات 0.8%، الفواكه والمكسرات 0.7%. يقول وفقا لإحصاءات صادرة عن الإدارة الأوكرانية أو عن الحكومة الأوكرانية، يحتل العراق المرتبة السادسة من بين أكثر 15 دولة نمت فيها صادرات البضائع الأوكرانية إلى تلك الدول، والتي تبلغ أكثر من 164 مليون دولار سنويا، كما يحتل العراق المركز 11 من بين أكثر البلدان الـ 15 كشريك تجاري واقتصادي في تصدير البضائع من أوكرانيا إلى ذلك البلد.
فأنا السؤال اللي أحب أوجهه، تتوقعون الحرب اللي صارت على أوكرانيا ما راح تأثر على أسعار؟ الجواب لكم. قبل ما نختم البرنامج عندي بعض رسائل واتساب اللي وصلتني. تحية طيبة أخ أفل، لا تترجى خير من هاي الميليشيات السائبة، والعراق من سيء إلى أسوأ في ظل حكومة عملاء، أخوكم أبو زينب وشكرا. السلام عليكم أستاذ أفل، ما يسمى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقصفون منزله عادي، والمطار همين عادي، وما يصلح يمسك عمدة في قرية، أخوكم أحمد من مصر المحلة الكبرى. السلام عليكم أستاذ أفل، إيران مشتغلة على العراق من سنين، جفاف، تصحر، قتل الثروات السمكية، إنتاج محلي، حريصة على أن يكون العراق دولة مستوردة بنسبة 100%، والدلائل كثيرة، كافي عادي يا شعب، كافي اليوم تسكت وباكر تسكت، وصل الفساد لحد أبسط حق من حقوقك كإنسان، ما تفيد مناشدات، اصحى يا شعب، أخوك أبو يحيى. أخي أفل، الزمرة الحاكمة السياسية الآن في العراق همها استغلال ثروات العراق بأكبر قدر ممكن، ولا تنظر إلى الشعب العراقي، حسبنا الله ونعم الوكيل، أبو الحسن من بغداد. مشاهدينا الكرام، على الرغم من أن العراق يمتلك الكثير من الخيرات، على الرغم من أن العراق يمتلك الكثير من الإمكانيات، إضافة إلى الإمكانيات المادية، إلى الإمكانيات المعنوية، عند إمكانيات بشرية هائلة وطاقة بشرية هائلة، لو استغلت بشكل صحيح ما كان حال العراقيين مثل ما طلع بالفيديو الأول ببرنامجنا اليوم، ما كان أكثر من نصف الشعب العراقي فقراء، ما كان عندنا نسبة الأمية وصلت إلى مواصيلها اليوم، وما كان عندنا تسيب من المدارس، وما كان عندنا أطفال ما يعرفون يقرون يكتبون. المشكلة اليوم بالعراق عندنا مصانع، عندنا معامل، عندنا شركات كبرى، لو فعلت واشتغلت بشكل صحيح راح نقضي على البطالة، راح نقضي على التضخم، راح نقضي على هواية أمور، وترفد الشعب والوطن أولاً بصادرات عفواً بعملة صعبة، بالصادرات اللي صدرها إلى دول الخارج، وأيضاً بمنتج محلي الشعب يقدر يستفاد من عنده. لكن اليوم شعبك أو بلدك أصبح مستورد 100%، والسبب مثل ما سمعتوا السياسات الخاطئة اللي موجودة من أحزاب العملية السياسية الطائفية المقيتة. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نحب نذكركم مرة ثانية، إذا تعرفون أي شخص ما فعل ترددنا على التردد الجديد، عفوا على نظام البث الجديد الأجدي، هو نفس التردد 10727، بس انطور رقم حتى يقدر يشوفنا ويتابعنا على نفس التردد. هذا التردد قدامكم، سجلوا يومكم وانطوا إلى أي شخص من أقربائكم، أصدقائكم أو معارفكم أو جيرانكم. نلتقيكم على خير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.